السياسات الاقتصادية والقوانين والحوافز التي تحرز الصين على وضعها أمام الاستثمار الأجنبي وسرعة التكيف في هذه السياسات مع الأزمات أيا كان تأثيرها، كما هو الحال مع جائحة كورونا، كانت سببا مباشرا لتدفق الاستثمار الأجنبي كما يؤكد الخبراء الفلسطينيون. أعادت هيكلة ورسم هيكل اقتصادي جديد على مستوى العالم، بمعنى أنه كل المؤسسات الدولية ذات الشأن الاقتصادي أشادت بأداء الصين نظرا لقدرتها على تطوير اقتصادها في ظل أسوأ الظروف التي تعيشها كل دول العالم. النمو الذي حققته الصين على المستوى الاقتصادي والذي كان مثار إعجاب واهتمام من صندوق النقد الدولي ومديرته التي اعتبرت بأنه يشكل دفعة إيجابية للاقتصاد العالمي يعكس مدى أهمية الاقتصاد الصيني للعالم. الاستقرار الاقتصادي في البلد موجودة في بيئة استثمارية سليمة بالكامل، لا شك. عشان هيك كل الاستثمارات راح ترحل للصين، وراح رحت للصين، مش راح ترحل لبلدان أخرى أهمها سياسات اقتصادية محدودة جدا، أو في بلاد متقدمة ومتطورة اعتقدت أن النمو والتطور وصل حده، عشان هيك أهملت هذا الموضوع. ولكن السياسات الاقتصادية الصينية أعتقد أنها بعيدة المدى. سرعة الاستجابة من قبل الصين في مواجهة كوفيد 19، يرى بعض الخبراء في فلسطين بأن الصين في مواجهتها للجائحة عملت على تحقيق إنجازات خدمة لاقتصادها الذي بالضرورة ينعكس على العالم. ونظرا لاحتوائها هذه الأزمة بشكل دقيق وجيد وبالشكل المطلوب، أعتقد أصبحت هي بمثابة وجهة لكل المستثمرين في دول العالم بأن تكون هذه الأراضي الصينية هي أرض آمنة لأي استثمار دونما مخاطرة حتى في ظل وجود الأزمات. الليونة والمرونة والحوافز التي تضعها الصين في سياساتها الاقتصادية كانت سببا مباشرا في تدفق الاستثمار الأجنبي، وكذلك استطاعة هذا الاقتصاد والسياسات على التكيف مع الأزمات ومواجهتها كانت سببا آخر، كما يؤكد الخبراء الفلسطينيون. محمد الصنور، CGTN العربية، مدينة بتونيا.